معاكم في قرآنيات. ليه محمد لما حب يهاجر وهجر المسلمين هجر المسلمين إلى الحبشة، ما هجرهمش لأي حتة تانية قريبة منه، الشام، العراق، مصر، أي حتة تانية؟ أخي مالك أهلا بيك. أهلا بيك أخت فرحة. ليه محمد قصد يبعت للشام؟ فأنا مثل ما تفضلتي للحبشة أقصد. نعم أنت طبعا كنت هتفكري في بلاد الشام. فعلا عشان محمد أنت شامي. محمد كان عنده خيارات فعلا أن يبعت أما إلى مصر أو بلاد الشام أو العراق أو حتى فارس. وعنده خيار آخر، كان عنده خيار اليمن القريبة منه، وكان في علاقات تجارية بين اليمن ومكة. فما في إشكالية نظرية، ولكن محمد لما اختار الحبشة في السنة الخمسة، يعني خمسة للدعوة، بعد خمس سنوات من الدعوة، قال المسلمين أن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وأنها أرض الصدق. فلماذا سماها أرض الصدق؟ بالزبط. فالواضح أنه كان وملكا لا يظلم عنده أحد، فالواضح أنه كان يعتقد بأن النجاشي يمثل شيء قريب مما يمثله محمد، وأن الحبشة مكان مناسب لاستقبال المسلمين، لابد أن تفتح ذراعيها للمسلمين. يقولون بأن الأحباش قدموا الدعم والطعام والمأكل، بمعنى وفروا كل شروط اللجوء إلى المسلمين. شخص أو قيادة أو دولة يأتي إليها ناس ما كان في مبدأ اللجوء الإنساني موجود طبعا. فعندما تقرر أن تستقبل ناس وتعتني بهم، فالواضح أن في قرار من الأعلى من القيادة بالحبشي أو من الحبشي أو من سواء على مستوى ملك أو مستوى أقل أو مستوى يعني كنيسة ما قررت أن ترعى القادمين إليها. تراهم بأي صفة؟ لابد أن لهم صفة ما، صفة دينية تفتكر؟ طبعا مفترض تكون صفة دينية، عندما يقول لهم محمد أن أرضه صدق ولا يظلم عنده أحد، ثم يأتون ويلقون الرعاية، لابد أن من استقبلهم مهتمون بأمرهم. يعني لماذا كان أيام الناس تنتقل كثيرا وكان الحياة صعبة؟ ما كان مسألة متوفرة أن يأتي الإنسان إلى بلد ويقدم لجوء ويأخذ معاش وراتب، ولكن في حالة المسلمين هم أخذوا مزايا اللجوء الحديثة في كل شيء. طيب أخي مالك، في يعني كان القريشيين بيتهموا محمد بأنه بيتعلم من حد حبشي، أتذكر حاجة زي كده. صحيح، لدرجة أني فعلا أخت فرحة لما يقول وعانوا عليه قوم آخرون في سورة الفرقان 4 تقول مصادر أن عبيد بن خضر الكاهن الحبشي الكاهن أني أيضا كان يتعلم. فنحن يعني كان بيجلس مع الكاهن ده، طبعا كان يجلس مع هذا الكاهن، وإلا الاتهام ما كانش يجيله. نعم صحيح. فلا بد أني كان محمد وكان المسلمون يرون أن الأحباش في قواسم مشتركة دينية. طب وحتة أنه يعني في ناس كان عنده كان بيرحب بيهم في بيته من الأحباش يعني؟ في الحقيقة نحن عندنا خبر زيارة له كتاب من الحبشة. في أيضا كمان، لكن جوه بيته بيقعدوا جوه بيته؟ طبعا في عندنا كثير الحضور الحبشي موجود في أخت فرحة في فعلا في بيته. زي مين؟ مثلا في عندنا أم أيمن كانت والدته يعني مربيته، عندنا يعني جاريات كانت تعمل لديه في بيت عائشة. يعني كمان وكان بيهتم بالرقص الحبشي والامور دي. نعم كثير من الامور. فنحن اخت فرحه يعني فعلا عندنا معطيات بتاكد على ان محمد تم اختيار الحبشي لانه كان يعتقد بان في قواسم مشتركه بينه وبين الحبشي، فاتخذ هذا القرار. يبقى بسبب كده هو ارسل الى الحبشي. نعم. ارسل المسلمين الى الحبشي لوجوده ان هؤلاء الناس يمس يعني في قواسم مشتركه، وانهم حيدعموهم ودعموهم. نعم. فعلا. أنا بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، السؤال ليكم، لماذا اختار محمد الحبشة دون البلاد اللي حواليه؟ لماذا اختار محمد أنه يبقى في بيته حبشيات؟ لماذا القريشيين اتهموا بأنه بيتعلم من كاهن اسمه عبيد الحبشي؟ كل الأسئلة دي حطوا تحتها خط فكروا فيها، وأهلا بكم في نشوفكم مرة تانية في حلقة جديدة من قرآنية. شكرا يا أخي مالك.